بنشاهد على رأس كل عام احتفالات في عدة دول، ناطحات سحاب، ألعاب نارية، خروجات، مراكب. أهلنا بغزة، كيف بيحتفلوا بمناسبة رأس السنة الميلادية؟ وين حتحتفلي بمناسبة سنة 2020؟ في الدار. والله غالبا في الدار. في الدار. في البيت. في البيت طبعا. حسب الامتحانات، إذا في امتحانات أكيد يعني بالفرشة ولا حاجة. والله ده مش في البيت، حتكون يعني في المينا، في غزة، في مكان زي هيك مش أكثر، لأنه فيش في غزة مكان حلو للاحتفال إلا هالأماكن هذه. احتمال أطلع مع العيلة يعني كمطعم على المينا يعني هيك. ببسط حالي بحالي. كيف؟ إيش بتسوي؟ بغني لحالي وبلعب لحالي وبرقص لحالي. صديقي يحيى، إيش أجمل ذكرى وأسوأ ذكرى حدثت معك في 2019؟ الشيء بيصير معايا حلو. 2019 جت نكت كلها وقرف وامتحانات وازهر، انا عارف فين الله. احلى ذكرى اني نجحت بتوجيهها. اسوأ شيء فيش اسوأ، بس احلى انه فتت الجامعه. لانه توفى لي شخص عزيز في 2019، هاي اسوأ ذكرى. احلى ذكرى برضه في نفس الوقت تعرفت على شخص جديد. حدث ظريف. طب ماشي. الله، مره كنت مروحه على البيت، تمام، يعني بيتنا على الخامس، فطلع بغني طبعا صوت شنيع مع الكاش، فأنا بغني وصوت عالي، ما وصلت باب البيت لقيت عنا ضيوف طبعا وكلياتهم فرطانين من الضحك. يعني كان موقف بالنسبة لي محرج وبنفس الوقت كان لهم يعني حلو. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.